صار معي هيك شغله. شو بعمل؟ كب العجينه. هلا هذا المقاسات ما بعتقد في داعي كثير اني بخشها مشان ما تنفخ. هي خلال يوم واحد او ساعتين ثلاثه يعطيك العافيه حتى تشتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم معنا اضطرتوا اخطاء او مو اضطرتوا تصليحه، اضطرتوا شغله. شاركوا معنا لنشوف وين الغلط. قلنا للشباب الله يرضى عليهم الهي هيك ويرزقهم وهيك ويعطمهم يطعمهم الذريه الصالحه. نحن عم نشتغل تارت، لما اشتغل تارت وعملوا بهي الطريقه فهذا التارت طريقته غلط. ليش؟ لانه انا سمكت من تحت وطلعت الحراف رقيقه. لما اجي اخبز وحط انا عندي الكاستر كريم او الكريم فري اي اللي شيء بدكم تحشوه للتارت، هون عندي الحراف انا رقيقه بين اسنان التارت. قلنا نحن لازم شو نعمل؟ نخلي الحراف سميكة. فبدي ميلهم هيك. وبنفس الوقت هاي الطريقة او هذا الشغل ما بيعطيني قاعدة مليانة. يعني ما فيني اخذ حشوة زيادة. حتطلع لهون الحشوة رطبة. اذا ما دهنت شوكولا الحشوة رطبة. شو حيصير عندي هون الباتيفوراية هاي خلال يوم واحد او ساعتين ثلاثة يعطيك العافية حتى اشتش. فهون شو بدي انا؟ غير اني ادهن شوكولا يكون كمان حرف التارت حرف سميك. شايفين هيك؟ هيك صار عندي الحرف مظبوط سميك وصار في مساحه من جوا. هذا التارت بيعيش اكثر. بينما التارت اللي عاملينه هيك بس مسكت الحبه بعد ما تطلع من الفرن مسكتها بدي احشيها يمكن تفرط معي لانه حرف رقيق. هون على ارق وارق كمان، يعني مسننات قطعه قالب التارت باينه. هذا الشيء مو مظبوط. المظبوط اني اشتغل تارت هيك. حكينا مع الشباب الله يكثرهم خير وبنرجع بنعدلهم. هدول عندي التارت الكبير نفس الشيء عاملينه نفس المبدا كمان. ما في توزيع، هذا انا صلحته. التوزيع لازم انا اكبس الحرف هون. ها شايفين هيك بمسكها واصابيعي هيك بضغط عليها بحيث انه يكون عندي الحرف نفس مستوى السفن. ما بدي اياها عامله هيك يعني رقيقة من فوق وسميكة من تحت. ما بيمشي الحال، ما باخذ النتيجة المطلوبة. بعمل هيك هلا او بسكين او بايدي طلع الزيادات بحيث انه يطلع عندي الحرف سميك. هلا كل ما كبرت كل ما مفروض اني بخش او حط حمص او فاصوليا او اللي بدكم اياه. كل واحد بحط شكل. هلا هذا المقاسات ما بعتقد في داعي كثير اني بخشها مشان ما تنفخ. بس اذا بدي اعمل قوالب تارت اكبر واكبر واكبر، عملنا فيديو عن التارت نحن، لازم يكون هون في، يعني الاوروبيين بحطوا على طول بقوليات، يعني حمص فول اي شيء بيخلي ضغط هون مشان يعني. رح نعطيها اليوم اخطاء وعثرات، يعني انه تصليح الاخطاء. تعالوا لكم هالشغل. بناجم معمول، انا عم بعجن مفكر الشباب ناخذين طحين، انا شو طلع معي طحين فيه رطوبه فيه تخليص وهذا ما بيروح. حينزعلي شغلي كلياته. صار معي هيك شغله. شو بعمل؟ كب العجينه، بجيب منخول يكون فتحته يعني مثل مصفايه الرز او مصفايه الهي، شايفين؟ بجيب العجينه بصير مررها من هون هيك بضغطها. كل شيء عندي شوائب اكبر من الفتحه ما بتنزل. هاي حلول تقولوا انه محلات الحلويات ما بتخربط او ما بصير في عندنا اخطاء. ما حدا معصوم عن الخطأ، بس إذا تكرر الخطأ بصير هون في مشكلة. تمام، عملت هيك نزلت العجينة. شو طلع عندي هون؟ الشوائب كلياتها وين ضليت؟ شايفين وين ضليت؟ ضليت على الوش. برجع باخذ هدول هيك اعمل عجنة خلص خلاص تنهي المشكلة ان شاء الله. تمام، هاي بحل المشكلة اذا صار عندكم ايش شوائب بالعجينة. هاي العجينة الثانية شوفوها مليانة عجينة مخرز. هاد هون عالجناها راح منها التخريس. رب ضارة نافعة. بنكمل معكم.